استاذ شريف دايما استاذ محمود يقول الملخص بعد كده اجي لك. النهارده بصراحه عشان ناخد ولو جزء ايجابي في الدقائق الاخيره في مباراه الاهلي المقاولين النهارده، شفت روح عند اللاعبين، ما شفتش روح كامله في المباراه، ما شفتش روح، الروح دي موجوده في كل المباريات اللي فاتت، عشان ما حدش يقول لي بس ايه ان انت بتتكلم ان روح اللعيبه، لا ما فيش خالص، بس انا شفت في الدقائق الاخيره لعيبه وبتحاول وبتناحل انها تجيب الكوره. دي ممكن تبقى نقطه ايجابيه وسط سلبيات كثيره، ولا انت ما شفتهاش اصلا؟ شكلك ما شفتهاش. بص يا كابتن، انا مش هتكلم في تحكيم ولا مباريات، لان ولا نتائج ولا الكلام ده كله. اولا لازم نحط عنوان الفرصه صعبه وشبه مستحيله في المنافسه. شبه مستحيله، مستحيله في ظل الظروف اللي بيمر بيها الاهلي. الاهلي بدا الموسم ب 10 انتصارات وتعادل، وفي 16 مباراه خسر 23 بوينت، يعني اكتر من نص عدد النقط اللي كان المفروض ياخدها، ودي حاجه ما حصلتش من سنين كتيره جدا. صحيح. وفي جزئيه الاصابات وكل الكلام ده انا معترف بيه، والاجهاد وكل ده عادي طبيعي وماشي ومعترفين بيه وعارفينه والكلام ده كله، ولكن الاهلي لديه فرصه تاريخيه للتغيير. تغيير كل الوجوه، لاعبين، اداره فنيه، كل ده لازم 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 يبقى دي فرصه تاريخيه. ان انت يعني مش عايز اقول تنسف لا، انت لديك فرصه تاريخيه خلاص. الامل بقى ضعيف والمنافسين في افضل حالاتهم وعندهم فرص اكبر، مش بقول لك ارمي الفوطه، ولكن عندك فرصه تاريخيه. يمكن انا مع الاستاذ محمود صبري في جزئيه ان المدرب جاي في ظروف صعبه واصابات والكلام ده كله، بس انا ودي اول مره هتكلم فيها عن سواريش. اتفضل. يعني انا ولا يعني تعليق على السوشيال ميديا ولا في برامج طلعت ولا اي حاجه اتكلمت عن سواريش، ولكن في تريكات تفهمك المدرب ده قاري الفرقه اللي معاه واللاعبين اللي معاه وشايفهم وعارفهم وعارف المنافس. ومش بضرب مثل بمباراه النهارده بس، باكتر من مباراه، بس انا كنت سايب بديله الفرصه، الاصابات، الاجهاد، تولي المباريات، الكلام ده كله، انا لست بساحر، كل ده عذره فيه، ولكن في تريكات معينه جوه المباريات بتفهمك الاهلي بلا حلول. بلا حلول. انا يعني انت واخد الكوره 90 دقيقه بس ما عندكش حلول. حلول قديمه قوي. عرضيات، بالونات. النهارده 52 عرضيه في الاهلي، 52 نسبه الصحيح منهم 15%، يعني بتلاعب بتلاعب مع اطوال، يعني بتلاعب بيراميدز مره يقول في حاجه في وجود علي جبر واسامه جلال. علي جبر علي جبر واسامه جلال بتلاعبهم كرات عاليه بتاعتهم، يعني متى مش عارف تطلع الكره من تحت، الضغط اللي عليك مش عارف تطلع. النهارده الكره معاك 90 دقيقه بس مش عارف توصل بيها. في بدلك في حاجات، وفي اخطاء حكام مش عايز اتكلم عليها. انا شفت الكرات طوليه، الكلام بقى في الحكام دلوقتي خساره. يعني صح. خلاص الوضع، خلاص احنا شايفين الصوره، خلاص المشهد واضح، المشهد واضح، مش عايزين كلام يعني. فاحنا مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن دي عندك فرصه تاريخيه للتغيير. اولا زي ما قال الاستاذ محمود وانت كنت بتتكلم في الموضوع ده في المقدمه، شوف بقى فريق الامل، شوف بقى العناصر اللي هتقدر تكمل معاك، والعناصر اللي هي صالحة للبقاء في الموجودين، لأن بالوضع الحالي ده تشعر إن الأهلي رايح في سكة، لا رايح الناس بقى، رايح الناس للموسم الجديد بقى خلاص. يعني مش عايز أقول نرمي الفوطة، ولكن الواضح كده إن الكرة الدوري مش في الملعب بس، مش كرة بس. طب حضرتك قلت الدوري خارج الملعب. حضرتك قلت لي من شوية بس ما رضيتش أقطعك إنه محتاج تغيير، محتاج لاعبين يتغيروا، اداره الكره تتغير، كل ده هي حد يقول لك وبيسمعك. طب ما هو الاداره الفنيه، الاداره الفنيه، ما هم دول اللي كانوا ناجحين قبل كده وخدوا 2 دوري ابطال افريقيا و2 برونز في كاس العالم. بالتاكيد. فلازم حد هيرد الرد ده، بس ده كان الفرقه كلها واقفه على حيلها. لكن الظرف اللي انت فيه ده، يعني الاهلي خسر مع لاسارتي وخرج من دوري ابطال افريقيا قدام صن داون، ماشي، لكن جه خد الدوري رغم ان كان الزمالك فارق. فالاهلي لما خد الدوري خده بايه بقى؟ بالجمهور، المؤازره الجماهيريه،
ولعيبة عندها دوافع ولعيبة عندها إصرار، لكن ده مش شايفينه. ما انت الكرة معاك لكن مش عارف تعمل بيها حاجة. ماشي، مفيش إصرار، مفيش ضغط. يعني انت بتلعب المقاولين النهاردة 11 لاعب جوه ال 18 90 دقيقة. أصلا ما جاش المقاولين على في الشق الهجومي ولا أي حاجة من دي. ماشي، غير كم كورنر وكده. لكن بشكل عام الأهلي بلا حلول. بلا حلول هجومية. وده مش ماتش المقاولين، حتى المباريات اللي الأهلي كسبها، يعني ماتش المقصة انت كان ممكن تتعادل وتتغلب. صحيح الاهلي كان المقصه كان اخطر من يعني المقصه كان اخطر من الشوط الثاني كله، اخطر من المقاولين الشوط الثاني كله. لو فك شويه كان ممكن يديك فرصه. يعني الشوط الثاني كله امام المقصه ما عرفتش، يعني انت خطفت الكره بالهدف، الناس قاعده تقول يا ربنا يسر حاطين ايديهم على البوق. فانت لا، في مشكله غلط المدرب، مع احترامي الشديد لاختياره واللي اختاروه، مش على قدر طموحات. يعني النهارده ميكيسوني 90 دقيقه مفيش باص صح وسايبه في الملعب، وانت مغير تغييرتين اجباري او اضطراري في الشوط الاول، وما عندكش غير مره تغيير واحده، هتنزل وليد سليمان، نزل محمد فخري. كله استغرب يعني انت غيرت واحد ليه؟ ما انت خلاص الماتش بيروح منك بالظبط، ما عندكش. وماشي وطلعت محمود متولي اللي هو ملوش لازمه من اول ماتش، ان انت تلعب بثلاثه مع فرقه بتلعب زون. ما انت موسع الملعب لكن يعني خلاص اتحفظت. يعني طريقه لعبك اتحفظ، اي مدرب خلاص هيثبت لك راسين حرب بتاع ده، اثنين مدافعين طوال هيطلعوا الكوره وخلص الموضوع. فلا في يعني في تريكات بتبين مدرب فاهم. انا شفت النهارده كرات طوليه عماله تترفع لميكيسوني، فانا بفهم يعني اكيد مش الهدف او خطه اللعب. مش ده اللعيب اللي يلعب تحت راس الحربه. بالظبط، يعني مش ده اللعيب اللي هيلعب تحت راس الحربه. صحيح، ما بداتش بقفشه بتريحه. ماشي، لا يعني يبقى في بديل ليه، وليد سليمان. صح، ابتدي بوليد سليمان وريحه في الشوط الثاني. صح، خلص الماتش، انت ليه مأجل للشوط الثاني وبعدين قاعد ورا وليد سليمان وقاعد محمد ماشي على قديمه انت فاهم؟ لا، ففي تريكات كده توضح لك المدرب. طيب، الموجود ده